بعد انقطاع دام 4 سنوات يحل بابا أوسو من جديد ضيفا على شوارع سوسة. انطلق الكرنفال في دورته 56 عاصفا بهدوء المدينة الساحلية وزاعقا بأبواقه النحاسية والأقدام الثقيلة لوحوشه الأسطورية الممجدة لإله البحر، ليعيد نفخ الروح في واحد من أقدم التقاليد في العالم، إذ تمتد جذوره إلى الحقبة الفينيقية حيث كان يقام على شرف الإله أوغسطس إله البحر. المهرجان هذا هو مهرجان انطلق منذ حقبة الاستقلال والذي كان يسمى تظاهرة سانتا ماريا. كانت الجالية الإيطالية تخرج ليوم الاحتفال بإله البحر للتعبد والتنزه. تواصلت بعد الاستقلال هذه التظاهرة باعتبار أنه هذا المهرجان هو مهرجان الذاكرة الشعبية التونسية بصفة عامة بابا أوسو. المهرجان الذي توقف منذ اندلاع ثورة تونس على إثر شبهات الفساد المالي والإداري التي طالت إدارته، عاد في ثوب تنشيط ثقافي وسياحي تحت رعاية جمعية خاصة به، ليمسح ما علق بذاكرة المدينة القديمة من دماء الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد فنادق المدينة الساحلية وراح ضحيته 40 سائحا في يونيو عام 2015. الدورة هذه من الكرنفال هي دورة كذلك فيها الكثير من التجديد، باعتبار أن هنالك تقريبا 7 دول مشاركة، أهمها كوديفوار، روسيا، الصين، مصر، الجزائر وغيرها من الدول المشاركة. كذلك التجديد من خلال العربات الرمزية والكرنفالية الذي سيكون له صدى كبير لدى مجمل الجماهير المتابعة لهذه التظاهرة. الكرنفال الذي انطلق من مشاركة 4 دول اختلطت على صفحته برية الطبول الإفريقية مع باطنية مزامير راقص التنورة المولويين لتصنع مشاهد غنية في عناصرها البصرية واستدعاءاتها الثقافية والفنية.